أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. ماذا شرع البرلمان من قوانين تخدم المواطن العراقي؟ أليست أغلب القوانين التي فيها امتيازات مالية تشرع لأعضاء البرلمان أنفسهم؟ أليس لدينا نواب في البرلمان لا يحملون شهادة جامعية ومنهم من زور شهادته؟ أليس أغلب البرلمانيين يتغيبون عن حضور جلسات البرلمان؟ حيث أن نحو 48% من عدد نواب البرلمان لا يحضرون جلساته تشير بعض الإحصائيات. هل شرع البرلمان قوانين تلزم الحكومة بإعادة المدن المدمرة؟ هل شرع البرلمان قوانين تلزم الحكومة بوضع حد لملف المفقودين والمغيبين؟ هل شرع البرلمان قانونا يلزم الحكومة بإعادة النازحين إلى مناطقهم وتعويضهم؟ أليس البرلمان ساحة للصراع بين الكتل السياسية تارة وتارة أخرى للتوافقات فيما بينهم في تقسيم المناصب؟ أين البرلمان من ملفات الفساد في العراق؟ أم أن تورط أغلب النواب في هذه الملفات يمنع من فتحها أو التحقيق فيها؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. سويتوا ورا صدام، بنيتوا لكم شغله، سويتوا لكم رصيف، بلد فككتوه من الشمال للجنوب، شنو اللي سويتوه؟ حرام عمي، راح يسجل التاريخ ويمهل ولا يمهل. زين ربك بالمرصاد، اكو وزاره مضبوطه؟ تربيه، جهال، تخلف، مدارس ابتدائيه ومتوسطه حششه، شكو شنو اللي سويتوه صار 16 سنه؟ والله اكو رب اللي ما تغمض عينه. شباب مجوره، شباب ما عنده يطب عليه حمال يقطيني 5000 ارجع للنار روان. فرحانين عندكم دوله؟ دولتي ايش هاي؟ دولتي ايش؟ دوله البطيخ؟ اهلا بكم من جديد. في العام الماضي اشار الخبير القانوني طارق حرب بان الدوره البرلمانيه الحاليه هي الأسوأ من بين الدورات السابقة، حيث أن كل قانون يمس المواطن أو يمس المواطن لم يتم تشريعه باستثناء القوانين التي تخدم الكتل السياسية والنواب. بيّن بأن قانون الانتخابات الذي اشترط بأن يكون المرشح حاصل على شهادة بكالوريوس تم تعديله بعد 10 أيام من تشريعه لكونه يمس شريحة كبيرة من النواب والسياسيين، في حين أن قوانين مهمة كقانون الكسب غير المشروع إلى الآن لم يتم تشريعه. طارق حرب قال بأن 70% من النواب لم يقدموا كشف عن ذممهم المالية إلى وزارة المالية، كما أن هناك قوانين تم تشريعها لمصالحهم كقانون اتحاد البرلمانيين الذي منح امتيازات عالية للنواب والذي يعد مخالفة دستورية لكون الدستور منع إقرار مثل هكذا قوانين. أشار إلى أن عدد الغيابات تجاوز 6000 حالة غياب خلال السنوات الأربع الماضية، وأكد بأن هناك نواب لم يحضروا جلسات البرلمان أبدا على الرغم من أن القانون يعاقب المتغيب بفرض غرامات والإقالة، إلا أنه لم يتم إقالة أي نائب في البرلمان. ولفت إلى أن أغلب الاستجوابات التي حصلت طغى عليها الطابع السياسي، وأوضح بأن نسبة الحضور الكلي للنواب في جلسات البرلمان لا تزيد عن 52% إلى 55% في أفضل الحالات. هذه تعتبر أيضا نقطة سلبية لأداء عمل مجلس النواب. طبعا اليوم وصف عضو مجلس النواب باسم خشان عمل مجلس النواب في السنة الأولى من دورته الحالية بأنه عبارة عن إجراءات شكلية لاتفاقات محاصصة غريبة جدا وصفها. أضاف باسم خشان بأن البرلمان تميز في السنة الأولى من عمله بإجراءات روتينية تمت باتفاق الكتل السياسية والتصويت بشكل مجاميع، حيث تصوت كل كتلة باتجاه معين
ولم يعبر أي من الأعضاء عن رأيه الشخصي ما لم يكن هنالك تدخل من كتلته في جميع المسائل. أضاف بأن هذه الأعمال تخالف قواعد الديمقراطية المعمول بها في جميع دول العالم للنواب الذين من المفترض أن كل واحد منهم يمثل 100,000 مواطن. طبعا اليوم هناك تجدد في الخلافات السياسية قبيل انعقاد جلسة البرلمان الأولى للفصل التشريعي الجديد الثالث، والذي كان مقرر أن يبدأ اليوم الثلاثاء، فيما اضطرت رئاسة البرلمان إلى تأجيل الجلسة نحو 10 أيام أخرى. طبعا البرلمان أنهى عطلته للفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى وسط وعود أطلقتها رئاسة البرلمان والنواب بفصل تشريعي جديد كما قالت يكون الأفضل على مستوى التشريع كما وصفته. النائب عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي تحدثت بأن جلسة البرلمان لهذا اليوم تم تأجيلها إلى أشعار آخر دون تحديد موعد لها، وبينت بأن قرار التأجيل جاء بسبب الصراع السياسي الحاد بشأن استجواب بعض الوزراء وإدراج بعض الملفات، وأضافت بأن ملف استجواب 4 وزراء تم إنجازه وتسليمه إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وبينت بأن الوزراء المشمولين بالاستجواب هم كل من وزير الكهرباء لؤي الخطيب، ووزير المالية فؤاد حسين، ووزير النقل عبد الله العابي، ووزير الصحة على العلواني. طبعا يؤكد موظفون في البرلمان نقلا عن صحيفة العربية الجديد بأن عدم وصول نواب إقليم كردستان إلى بغداد وسفر نواب آخرين خارج البلاد وعدم عودتهم أخلت بنصاب الجلسة، حيث تم تأجيل الجلسة أو الفصل التشريعي الثالث للبرلمان إلى أجل غير مسمى بحسب النائبة ميثاق الحامدي وبحسب البرلمان لمدة 10 أيام. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. تفضل أبو حسن. أبو حسن، انقطع الاتصال مع أبو حسن من بغداد. التساؤل الجوهري في هذه الحلقة هو ماذا قدم البرلمان إن كان البرلمان الحالي أو في دورته السابقة من قوانين تخدم المواطن العراقي. طبعا تسعى كتل سياسية ضمن تحالف الفتح لفتح ملف الحشد بعد تعرض مقر القصف، وكذلك يعني جمع تواقيع بشأن إدراج ملف الوجود الأمريكي في العراق على لائحة أعمال البرلمان. نائب في البرلمان طبعا طلب عدم ذكر اسمه وتحدث إلى صحيفة العربية الجديد، وأكد بأن كتل البرلمانية تسعى لفتح ملف الحشد في الجلسة الأولى، وأن يقوم البرلمان بتبني موقف حيال استهداف مقراته في الوقت الذي تريد رئاسة البرلمان التنسيق فيه مع الحكومة قبل اتخاذ أي موقف بهذا الصدد. لفت إلى أن هذا قد يكون سبباً رئيسياً يضاف إلى خلافات تأججت بشأن السعي لإقالة عدد من الوزراء فضلاً عن الخلافات بخصوص بعض القوانين المعلقة، وبين بأن رئاسة البرلمان لجأت إلى تأجيل الجلسة خوفاً من تحولها إلى جلسة كما أسماها للمناكفات السياسية بسبب الخلافات على تلك المواضيع، ما ينعكس على مستوى أداء البرلمان في فصله الجديد كما قال. لذا أجلتها وستعمل على توحيد التوجهات بشأن تلك الملفات. طبعا انتقد النائب عن ميليشيا العصائب فاضل الفتلاوي استمرار العطلة التشريعية للبرلمان في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وقال بأن البلد يمر بخطر كبير وليس من المعقول أن يكون البرلمان وأعضاء يتمتعون بعطلة تشريعية والشعب والقوات المسلحة يواجهان خطرا خارجيا، وشدد على أنه يجب أن تكون هناك قرارات وتوصيات للبرلمان بخصوص الاعتداء الصهيوني على معسكرات الحشد. معنا اتصال أبو محمد من تركيا. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة يعني بالنسبة للبرلمان وما قدم إلى الشعب العراقي، نعم، هي العملية السياسية كلها عبارة عن أضحوكة. نعم. لأنه ليس هناك شرعية بعد الاحتلال اللا شرعي اللي قامت فيه أمريكا. على كل حال سمي ما هناك في البرلمان. اللي قدم البرلمان هو تجويع الشعب، تهجيره وتقتيله
من خلال مو الا هو يعني يعني يقوم بالقرارات، فانما هو لم يفعل شيء تجاه هذه العمليه كلها، لا هو ولا الحكومه المنتخبه من خلال اعضاء البرلمان. ما الذي يقدمه البرلمان؟ هو لا يملك نفسه، لانه هو مسيطر عليه من ميليشيات ومن اجندات خارجيه ان كانت امريكيه او فارسيه. فالعمليه السياسيه والبرلمان هو عباره عن مهزله وليس برلمان. والدليل انه هاي صار 16-17 سنه مزيد من اللا امن واللا امان ومزيد من تدهور الحاله الاقتصاديه في العراق والتجاريه والسياسيه والعسكريه والامنيه، كل 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 مقومات بناء الدوله في العراق الان ليس لها وجود وليس لها مستقبل، يعني حتى بصيص امل في منتهى النفق ما يوجد. مو بدايه النفق، في منتهى النفق. لا زالت العتمه تتوالى على العراقيين من يعني جوع وتقتيل وتهجير واحقار البلد وهلاكه. والدليل اخي حتى يعني شعبنا بالجنوب الان تشوف يعني يطلعون ويتكلمون بصراحه عن هاي الحركات السياسيه والاحزاب. يعني اليوم عن طريق صدفه ارسلوا لي يعني فيديو احد المواطنين يتحدث كلام يعني انا ما استطيع اتكلمه، لانه حتى ما خلى لا مرجع ولا كلهم قال لهم انت عباره عن سفله بالنص يعني كلهم. فأخي ما الذي يقدمه البرلمان؟ لو عندهم ذرة من الشرف تنحوا خلوا للشرفاء أن يعيدون هذا البلد، هذا البلد العرمرم العملاق اللي نعم. اللي كان إلى في الشرق والغرب إلى خيته. زين أبو محمد، يعني مع كل الفساد اللي حاصل في طبعا كل مؤسسات الدولة في العراق، اليوم أنت من برلمان على مدى 4 سنوات، نتحدث احنا عن الدورات السابقة وكذلك الدورة الحالية، من انه انت تدعي تمثيلك للشعب وتجي نصف البرلمان ومرات يضيفوا له 2% حتى يكمل النصاب، يعني حوالي 48 او 47% من النواب ما يحضرون، واكو بيهم نهائيا ما يحضر، وبيهم كذلك لم يؤدوا اليمين الدستورية مثل نور المالك اللي يسعى اليوم الى نائب رئيس الجمهورية. يعني مع كل هذه الامتيازات وهذه الأموال وهذه الحمايات والصرفيات والما يحضر ولا جلسة في البرلمان، يعني بأي وجه هذا يتحدث ويقول أنا ممثل للشعب؟ والله أخي يعني أخ عمر، ما قلنا سابقا ونقول ونستمر، لم تستحي فاصنع ما شئت. من هو نور المالكي أخي؟ هذا الإنسان النكر الذي دمر البلد، يعني من أعتى عتات أداء الحرية والكرامة والشرف والقيم هو هذا الشخص. والله حرام أن نسميه باسم نوري، هذا ليس له من اسمه شيء، إنما هو مخرب، دمر الأمة، دمر البلد، دمر القيم، هلك الحرث والنسل. يعني دور كين هو يحمل اسم رئيس وزراء، مع الأسف هذا الوصم العار اللي سيلحق بالعراق على طول الزمن. دور كين انتخابية 1000 مليار دولار تبني المنطقة كلها الشرق الأوسط. ما الذي المواطن يريد أن يشرب مي حلو؟ هاي البصرة تمشي على مي حلو، وكهرباء صار لنا 20 سنة، يعني هاي راح تصير 20 سنة والكهرباء مستعصية علينا. النظام التربوي فاسد، النظام الاقتصادي أفسد، النظام الزراعي هلاك. انظر إلى ما يحدث، يعني قبل كم يعني شهر صارت مسألة الأسماك تذكرها، والخضر والفواكه. أي يعني هؤلاء أخي لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون إلا أجندات خارجية هي اللي تفرض عليهم. الآن الكيان الفارسي اللي موجود في قم وطهران هو اللي يأمر هؤلاء الأقزام بتنفيذ مخططات، ولكن صبر العراق إن شاء الله يأتي بفرج قريب مشيئة الرحمن. الشعب أنا أشكرك أبو محمد من تركيا كان معنا. أبو علي من واصل، تفضل أبو علي. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. تحية إليك وتحية لنا شعبنا وللشرفاء. أهلا وسهلا بك.
المستمعين في قناة الرافدين. أستاذ عمر، يعني أهم قانون سنوه هم أعضاء مجلس النواب، اللي هم طبعا كل واحد منهم يمثل 100,000 من الشعب أو أكثر شوي، هو قانون التقاعد. يعني النواب، يعني ما أدري في أي دولة يعطى عضو مجلس النواب أو بما يسمى برلمان أو مجلس أمة أو غيرها أو مجلس وطني يعطى تقاعد. ليش؟ أنت مو موظف عند الدولة حتى تعطيك تقاعد. يعني الموظف لازم، يعني الآن يجي واحد 4 سنوات يقعد يأخذ له تقريبا حوالي 8 ملايين دينار راتب تقاعدي، 80% من الراتب الاسمي يأخذ التقاعد. وموظف عراقي يشتغل 25 سنة أو أكثر يطلع ما يراته ما يتجاوز 800,000. يعني بأي عدالة يعني هذا القانون؟ إذا سن هذا القانون زين، شنو القوانين اللي سنوها ونفذوها؟ هم سنوا قوانين، يعني هم عندهم أكبر إنجاز من مجلس النواب العراقي شنو هو؟ إقرار الموازنة الاتحادية، بس هذه هي، وهذه يصير عليها إلك هذه وإلك هذه. طبعا هم ما يوزعون الوزارات وبعدين يسنون الموازنة العامة. الموازنة العامة طيب شلون يعتمدون على الإيرادات الدولة اللي تعتمد 100% على النفط؟ النفط صاعد ونازل، شلون يعتمدونها؟ وشفت أنت يعني 4 أشهر أو 5 أشهر يلا يقرون الموازنة. إذا هم شكوا قانون، هم سنوه وطبقوه، هم سنون قوانين، هم قوانين نعم. مكتوبة، وطبعا أكثرها أخطاء إملائية وأخطاء قانونية وما نعم. بيها ملاحق حتى تتهم القانون. يعني اخر كلمه، انت شو تتوقع من اشخاص 325 شخص يجي ما عندهم، يعني اغلبيتهم، الاغلبيه احنا ما ننكر على البعض، اغلبيتهم ما عندهم شهادات. نعم، يعني بس يشوف رئيس الكتله يرفع ايده رفع ايده وراه. يعني شو تتوقع هو شنو القانون اللي يسمه؟ نعم، فاخر احنا ما نستغرب. يعني انا يعني اتعجب من هذا البلد، هذا البلد المعطاء، هذا البلد اللي بنى دول الخليج، مع احترامنا وتقديره لهم، هذا بلدنا احنا، احنا القوانين، احنا اقتصاديين، احنا القانونيين، احنا القضاة، بنينا هذول، بنينا البلاد لشعب الخليج. احنا شاركنا في الدستور السوري، احنا شاركنا في الدستور المصري، احنا شاركنا في الدستور الاردني لما قالت الاتحادية الملكية. هل من المعقول الان العراق دستوره كامل او كله شوائب؟ هل كل القوانين اللي تقر، يعني اخي عيني انا كنت موظف، يدينا نعم. قانون ما اقدر انطبقه، لان بي اساسا يضارب 100 قانون قديم. زين ابو علي، ابو علي اريد يعني اشاركك بخبر الساده المشاهدين. اليوم او البارحه بالتحديد، مجلس القضاء الاعلى طالب برفع الحصانه عن عضو لجنه النزاهه، عضو لجنه النزاهه النيابيه حمد الموسوي. ليش؟ مستولي على مؤسسه اعلاميه، طبعا وثيقه من مجلس القضاء الاعلى منشوره، الوثيقه ذكرت بانه هذا الشخص، هذا النائب، استولى على اموال ومعدات مقر مؤسسه جورنال وقناه سي 7 العائده للمشتكي احمد صالح هاشم، مع مبالغ ماليه داخل المؤسسه. زين، هذا اذا عضو لجنه النزاهه النيابيه وعضو في البرلمان مسوي هيك، شو نفسرها هاي الحاله؟ اذا الشرطه حرامي مع الششتك وش تقول؟ نعم، اذا الشرطه اللي اريده يجيب لي حقي، الشرطه اللي اريده يحميني هو حرامي. يعني عضو لجنه النزاهه، يعني شكلك يا عراقيه، احنا لازم نخلي على لجنه نزاهه هم لجنه نزاهه عليهم. يعني ترى هم ليش طلعوها عليهم؟ لان تعاركوا بيناتهم، ترى هذه معروفة. يعني مجلس النواب تدري متى وقت يشيلون الحصانة عن عضو؟ لما يتعاركون بيناتهم. إذا احنا يعني ضغط الشعب العراقي، إذا تعاركوا هم احنا نستفاد، نشوف قالوا هذا حرام وهذا حرامي، بس يتحاسب؟ لا. نعم. مع الأسف أنه أبناء شعبنا، احنا أبناء الشعب العراقي العظيم، يرجع ينتخبهم مرة ثانية. وخاطر عشيرة فلان، والخاطر السيد فلان، وهذا ابننا، وهذا اخر شيء يوصل مجلس النواب. ما بس الشعب، الشعب يعني اذا هم حسب ارقامهم، ودائما نعيد هذا الموضوع، يعني 18% المشاركه اللي صارت في الانتخابات البرلمانيه الاخيره، ال 82% ليش ما راحوا؟ نعم، المفروض 2%
يرحون حتى ما يزودون يخلونها من 18% الى 60%. المفروض ابناء شعبنا يعني يرحون واذا ماكو احد لا يصوت. وين يروحون؟ يروحون الانتخابات. وين من ينتخبون؟ هي نفس الوجوه. هي نفس الوجوه، اخلي اكس واروح حتى ما يستخدمون صوتي مره ثانيه. اخي الكريم انا واحد، انا اقول لك شيء تزوير، ما هو المشكله اللي صايره ابو علي. يعني 18% طفرت صارت 48. احنا الناس اللي ما تجي نعم نقعد بيناتنا نسكر المركز الانتخابي ونظل ماكو فايده على الاسماء اللي فيه. يعني حتى اذا ولا واحد طلع من الشعب، بس من يروح ويفضل اذا ولا واحد طلع من الشعب والدليل على ذلك 18%. خلاص على الاقل يكون اذا تسمعني واحد شريف يقول هذه كلها موجوده. نعم. كل الناس راحت، اما يقعدون بالبيت هم. اذا تسمعني ابو علي، مو المشكله المشكله هنا. نعم. المشكله احنا 18% باعتراف نواب سابقين ومسؤولين سابقين. 18% ورا ساعتين صارت 48. فالمواطن اذا ظل قاعد بالبيت وهم الاغلبيه اللي ما طلعوا للانتخابات راح يزورهم الجماعه يسووهم 80% شارك. يعني احنا ما نريد نتناقش بموضوع مو خارج من الحلقه، بس هم اذا راحوا بصم نعم يعني على الاقل انه اسمه طلع، اسمه انه موجود واقترع، ما راح نعم. يجيبون اسماء مره ثانيه. انا صح انا اقول لك مزورين مزورين، هذه ما حد ينكرها. نعم. حرامية حرامية والصناديق الاقتراعي يدبونها بالشارعي، بس على الأقل هذا الموجود هسه أنه البصمة والصندوق العداد، على الأقل نقول بلكي أنه ما في تزوير أكثر. بس أما أروح نعم هم الصناديق حرقوها. هذا بعد العراق العظيم. أنا أشكرك والله، بس أكو هواية اتصالات. أشكرك عيني أبو علي من واسط. مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. أيوة السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. حياك الله. اولا بس اطالب حضرتك يعني بمنتهى الانسانيه، نطالب حضرتك بتحديد سقف زمني للمتصلين رجاء عشان يتم استقبال اكبر عدد ارجوك. ده فضل. طلب يعني مع احترامنا. حاضرين. مع احترامنا للاساتذه. انا اعتذر منك على التاخير. تفضل. لا لا يا سيدي مش عليا انا، بس عايز البرنامج يستقبل اكبر لا. عدد عشان تشوفوا الاصوات الحقيقيه يا سيدي. ده هدف. تفضل. انما انا مش مهم خالص. اول ماشي تفضل اخي. فيا سيدي انا بالنسبه للتشريع وللنواب دول لا يمثلوا اصلا شعب ولا هم نواب، دول شرير المناصب والعالم كله عارف الحقيقه. انجازاتهم الكبرهات والخمرات والجاس، وهم اللي بيشرعوا للفساد لمنظومه الفساد باسم الشعب، والشعب بريء منهم والامه والانسانيه وكل انسان عنده شرف مسلم وغير مسلم. ده اول شارين المناصب وعارفينهم وكل الدنيا عارفه، اقسم لك بالله الاطفال الصغيره عارفه حقيقتهم، عارفه حقيقه الوضع في العراق. الوضع في العراق بايد ايران وامريكا. الشعب العراقي احنا عارفينه، شعبنا اللي علمنا معنى الشرف بمعنى اصح، هي دي الحقيقه، اللي علمنا معنى الشرف وحفظ لنا كرامتنا وما زال حفظ لنا كرامتنا، عارفينه كويس. عارفين تاريخنا وعارفين سنتنا وعارفين درعنا وسيفنا وكرامتنا. والله والله لو متنا ما نحيد عن الحق ولا ننحرف ورا العصابات دي ابدا. فيا سيدي العمليه السياسيه في حالها اصلا انبنت على عنصريه، جات مريضه وهتموت مريضه، واجي خلاص في مرحله الموت. فندعو الله عز وجل ان يخلص الانسانيه والبشر والحجر والانسان والحيوان من شرهم ومن اذاهم، وتحكم العراق ناس محترمه وتحكمنا كلنا في اوطاننا ناس تنتمي للوطن وتعرف قيمه الشعب وتحافظ على ارواح الناس وعلى الاديان افضل من الفضيحه، فضيحتهم عالميه والعالم كله شايفها. وانا اشكر حضرتك جدا. انا اشكرك. اشكرك اخي مصطفى السيد من مصر. ابو شيماء من دياله، تفضل ابو شيماء. السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك اخوي. منا 2003 لحد هذا اليوم هذا البرلمان كل شيء ما قدم. نعم. برلمان الحكمة حنان الفتلاوي وعالي صيف ومشعل الجبوري ورائد دهلجي وغيره وغيره، هذا العراق هاي البرلمان ما يمثل العراق زين. من 2003 ولدونا بس القتل والتخريب والتفجيرات والسجون زين. من 2003 لهذا اليوم دمروا الشعب العراقي، دمروا الصناعة، دمروا الزراعة، دمروا البلاد زين. الشيخ زايد قال والله أنا ما أدري شخص اماراتي قاعد اني بلا اجار، يعني اماراتي قاعد بلا اجار، واحنا النواب يفوتون رافعين الجام
كله مظلل وفوتون من قدام والمجادي خطير خلوا شعب العراق كله يجدي من أوله لأخيرة زين وقاعدين يضحكون وينسبون علينا زين ما حفظ ياله صارت من الطب جوا بالسجن مو عبالك سجن عبالك يوم القيامة صار ولا عبالك إسلام عبالك كفار زين شنو هالإسلام يبدأ هم إسلام من يا إسلام هم أصلهم الكافر والله الكافر أرحم من عندهم زين وهم رحت هجم بيوتنا هجم بيوتنا غير هم النواب أكثر إيش النواب السنة هجمة بيوتنا يعني هم يدان من عندنا على أساس هجموا بيوتنا ودمرونا زين قدنا بتاع شوف يقول لك يا قضاء يا قضاء 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 هو القاضي هسه القاضي جاي الطبلة يزم سجيني يزم بس كم لي كتلة زين يزم بس شيء كم لي يقول أنت ما ترافت فوق بالمكتب ليش يمي تجي تنكر يزم أنه بس كم لي كتلة زين يا قضاء يحكون عليه قضاء فاسدين رب العالمين وصل آية قرآنية كل القاضي يقول لك تحكم بالأرض لازم بالعدل وين العدالة اللي يحكمون بيها هم زين ونوجه رسالة لتسع عشائر نقول لهم مخرج يا لك كاف عادية نقول لهم فرعون طخى بالأرض شوفوا الله سبحانه وتعالى التوابين عشرة التمايم والربيعة وشمر زين نقول لهم كافي حفظوا نسوانكم لأن نسوانكم جاي حسن كلام الله على عالم على الشباب تدري قد دبر يا شباب محافظ يالا قد جاي يروحون والله العظيم جاي طبعا حسن كلام الله ب 25000 شنو قيمة ال 25000 جاي حسن كلام الله على ولد شاب عنده جهاله عنده مرأة وعنده عيال ما يخافون من الله الله سبحانه وتعالى ترى الله سبحانه وتعالى مو هين زين والظالم حبلك صاير نقول لهم كيف عاديا نعم أنا أشكرك أبو شيماء من ديالا كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود لكم هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي اهلا بكم من جديد معنا اتصال صادق من كربلاء تفضل صادق اخي عمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اخي العزيز بالنسبه للبرلمان العراقي اعضاء البرلمان العراقي نعم من هو اللي جابهم وقعدتهم على المناصب هل هم يعني هم اجوا كل من طلع من بيته واجى قاعد على الكرسي وحكم لو الشعب العراقي هو 6/4 الشعب العراقي انتخبوهم زين من انتخبهم 18% تقصد 3/4 او كلهم اعضاء البرلمان هو الشعب العراقي انا اذا حكينا على الانتخابات الاخيره اللي صارت قبل سنه 18% انا احكي لك بحسب ارقامهم طبعا اقل لا لا هناك اقل هناك من يتحدث انه نسبه المشاركه لم تتجاوز 9% نعم احنا عندنا كربلاء هنا 9% وصعدوا نسيتهم وما صعدوا نعم زين خويا الشعب العراقي من يعرف يا هسه كل الشعب العراقي يخابر ويقول البرلمان زين احنا من جربناهم من سنة 2004 ل 2008 2012 من جربناهم ليش نفس الوجوه عدناهم نعم يعني انت تجيب لك واحد لبيتك يقتل بعيالك ليش تروح ثاني يوم تشتكي عليه انت جايب لك واحد جاي عليك يقتلك يوميا ليش تروح انت جاي بميده وجايبه وحاطه قاعده ببيتك يمك ويقتل بيك ليش انت تروح ثاني يوم تشتكي عليه احنا اللي صعدناهم وجريناهم نديهم وصعدناهم لفوق وخليناهم يكتلون بينا واحد واحد لزموها من البصرة وطلعوا بها للموصل خلي الشعب العراقي يصحى خلي يعرف يعني انت والله العظيم مالي يعني الشعب العراقي عجيب بالله الكريم يعني تجيب لك حرام لبيتك يبوقك ويكتلك وثاني يوم تروح تشتكي عليه لا اكو مثل عندنا عبد العربي يقول لا اسحق عجين ولا اقول لا انت ولا اصفق له ولا هوسه ولا شيء يسوي لك هو ابد صادق يعني أكو أغلب أعضاء البرلمان يعني هم مو يقولون على كل 100,000 يصعد عضو برلمان على أساس
هذا القانون. 6000 صوت اكو هسه اعضاء بالبرلمان، 6000 صوت وصعد، واكو بيهم من اقل. يعني انا كربلاء عندنا اعضاء برلمان حتى 2000 ما حصلوا. الاعضاء من النساء اكو نسوان ب 300 صوت صعدا. والله العظيم عندنا في محافظه كربلاء وانا كنت مراقب كيان 1000 ما حصلوا وصعدوا، 1000 من الالف هذا تزوير مشتغل وصعدوا، تزوير مشتغل، حرق الصناديق اشتغل، تزوير لعد النزاهه شنو دورها، هيئه النزاهه شنو دورها، المحكمه الاتحاديه شنو دورها، شنو دورهم يعني، بس في اسم ولفط فلوس بالفعل. نعم خلي الشعب العراقي يصحى، خلي يقول يابا، خلي يقولون يابا بعد احنا يعني والله العظيم عجيبه، ماكو بعد الانتخابات ولا اكو شيء، نفسيتهم هسه بعد هم سنتين نفسيتهم. نعم خلي الشعب العراقي يشوف ليه فالصورة حال النفسه، يعني يخدم نفسه بنفسه، بعد ماكو انتخابات خلص. نعم واحد يجيب بيتك يكتك وثاني يوم الصبح تقدم دعوة عليه وتشتكي عليه، على شنو؟ لا اجيبه ولا اروح له ولا هوشته ولا، اكو وجوه غير، اكو اطباء، اكو دكاترة، اكو ناس مهندسين، اكو اطباء، يعني اطباء يرشحون ذولا، هذا جاي من عائله طيبه ونفسيته مدروسه، يعني نفسيته شبعانه، نفسيته جاي يخدم الشعب. نعم انا اشكرك اخي صادق من كربلاء كان معنا. طبعا احنا اثرنا في البدايه عده اسئله ومن ضمنها اسئله اين دور البرلمان من الفساد الحاصل او من ملفات الفساد اللي حاصله في العراق. نريد نضرب مثل تم اثارته على مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا الموضوع يرجع الى عام 2013، هو موضوع الثلاجات الدنماركيه. هاي الثلاجات استوردوها الجماعه 160 ثلاجه، 100 ثلاجه شكل و60 ثلاجه شكل، ال100 الوحده سعرها اكثر من 41 مليون دينار عراقي، والشكل الثاني اللي عددها 60 36 مليون دينار عراقي. يعني معقوله ثلاجه سعرها اكثر من 41 مليون دينار عراقي؟ شنو هاي الثلاجه؟ دبابه هاي؟ ما معقوله. خلونا نشوف الكتاب ونشوف شكل الثلاجه، نشوفه عزيزي المخرج. هذا الامر الاداري اللي اجى بصرف وشراء الثلاجات، طبعا مرقم ب 730 بتاريخ 12/12/2013، السعر الاجمالي يعني 6 مليارات و180 الف دينار عراقي. تخيل عزيزي المشاهد، 6 مليارات و180 الف دينار عراقي، ومرت مرور الكرام من البرلمان ومن لجنة النزاهة ولم يتم التحقيق بها. لو واحد يتحدث فيها في احد البرامج التلفزيونية تحدث فيها عن هذا الموضوع وعرض هذا الكتاب وهذا شكل الثلاجة، يعني هاي الثلاجة سعرها حوالي 42 مليون دينار، شنو هاي الثلاجة؟ وين دور البرلمان؟ يعني هاي صفقة بسيطة طبعا، والنو فوقها دزوا وفد للدنمارك حتى يتعلم شلون يفتح باب الثلاجة وشلون يسد باب الثلاجة، دزوا وفد لهناك حتى يتعلم عليها. نعم هاي وحدة، يعني هاي نقطة في بحر من ملفات الفساد، 6 مليارات يعني حوالي 5 مليون دولار ثلاجات، شنو هاي الثلاجات؟ وهي ثلاجات اعتيادية جدا. هذا يعني هذا شيء بسيط جدا، اكو صفقات يعني مليارات الدولارات، بس احنا ذكرنا هذا الموضوع لان تم اثارته على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم والبارحة، وموضوع يعتبر بسيط بالنسبة لهم الجماعة، يعني ملف فساد هذا جدا بسيط لا يذكر. فذكرنا وين دور البرلمان من هذه الملفات، يعني خلال هاي السنوات الماضية ما شفنا هناك تحرك جاد من قبل البرلمان بإصدار قوانين، وبالفعل أنه تعال جيب هذا الوزير بحسب القضاء ينحكم. طبعا الجماعة كبيهم لزموهم وبعدين أعطوهم عفو عام، عمي رجعوا الفلوس اللي أخذها من خزينة الدولة، ما شفنا خلال 16 سنة. معنا اتصال ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك حضرتك واذا كل عراقي وقناه الشريفه. اهلا وسهلا الشريف استاذ، تسمح لي رجاء بس اكمل الفكره، لا تقول لي يعني
يعني نشكرك. اوكي تفضل. تسمح لي لو لا؟ تفضلي ام عبد الله. ليش دائما كل حلقه يعني توجهي لنا اتهامات؟ والله هي تصير وياك يعني شلون يعني انا من اطيش بس اسمحي لي، انا من اطيش 3 دقائق 4 واكو متصلين، يعني شنو اطيش الوقت كله انت ترضيها؟ لا 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 كل 3 دقائق. هسه ليش انت تدخلي في جدال؟ تفضلي يا اختي تفضلي وتفضلي بفكرتك، انت ليش تجادلين؟ تفضلي واحكي يا عيني الله يخليك. تفضلي استاذ. احنا العراق وسوريا ولبنان وعراق وسوريا ولبنان وليبيا واكيد فلسطين ماخوذه من قبل اسرائيل، هذه هي كانت خطه مدروسه من قبل امريكا واسرائيل والمنفذ منه ايران، انه يقومون بعمليه السيطره الكليه على العراق. اول ما قاموا بعمليه تهديم القوه العسكريه في العراق اوكي، بعدين انه استاذ يعني ما اكتفوا بهذا الشيء، انه لازم يكون انهاك لدوله العراق ودوله سوريا، انهاك بطيء وتدريجي لضرب كل المصالح الوطنيه في العراق. فمن اللي ينفذها؟ رجال مواطنين من العراقيين ينفذون عمليه زعزعه استقرار العراق وسوريا. احنا نتكلم عن العراق. العراق أول ما قاموا بعملية ضرب القوة العسكرية، ثانياً قاموا بعملية خراب المجتمع، ثالثاً خراب المجتمع هذا فشي كلش قوي بالنسبة لحدم تهديم المجتمع. احنا نشوف احنا على الفيديوهات أو على القنوات، يعني نشوف نساء أو بنات هاربين من بيوتهم وطالعين رايحين إلى قنوات أو نتيجة الفساد الأخلاقي، قسم من الشباب يجيبوهم الى بغداد وصارت عمليه تجاره بيع النساء في العراق ويصدروهم الى دول الخليج والى عمان. نعم. وحتى الى اردن، وعن طريق نساء متخصصات اما اعلاميات مع الاعتداء بالشريفات واما ناس متخصصه في ذلك. يعني هذا بالنسبه للمجتمع بالاضافه الى هذا الاشياء الاخرى اللي ادت الى فساد المجتمع. الاستحواذ رجال الدين على تدخلهم في السياسه والاستحواذ على اموال كربلاء والنجف وصرفها على ملذاتهم وعلى بيوتهم وعلى تركب الشعب العراقي. استاذ هسه احنا عندنا بالنسبه للحكومه اعتبرها هي حكومه فاشله، ما تقدر تسوي لاي شيء للمواطن وهي عاجزه عن تقديم الخدمات الاساسيه لكل مواطن. ترى هذا راح يبقى هذا الوضع يكون في علمنا احنا. ليش؟ لانه الحال بالضبط كله بيد امريكا واسرائيل وايران، لانه امريكا ما حد يتحرك اذا مو باذن امريكا، حتى المحافظ او القائم مقام ما يشيلوا من مكانه الا بامر من اسرائيل ومن امريكا، وصل الى هذا الحد. استاذ بالاضافه الى هذا نلاحظ احنا هذا التدرج اللي اصاب العراق والتخريب ترى يبقى على هذا الوضع، انه بعدين يستمر من العراق وصار في سوريا وصار عدم استقرار في ليبيا وراح يستمر بالنسبه للدول العربيه الاخرى. فلهذا يقولون انا اقرا يعني يقولون انه الامريكي من يلقي محاضرة عن المقاتلين يقول لهم انتوا احنا لازم نحقق هدف هو السيطره، وانتوا لا تحسكم المشاعر النساء المقتولات ولا اللي قاعدات بالمعتقلات ولا المعتقلين ولا تنقهرون عليهم، وحتى لو شفت طفل يموت بالشارع انتم ما عليكم من عنده. احنا عندنا هدف واحد هو تحقيق السيطره الكامله واستقرار اسرائيل. فهذا الشيء ترى اللي احنا بنحكيه استاذ، هو قال احد المسؤولين قال انه لا تتصورون يصير انقلاب في العراق، لا تتصورون يصير انقلاب في العراق. ليش؟ لانه ترى بيمشون اثريتهم كلها تحت سيطره ايران، وحتى الشريف الموجود ما يقدر يناقش ولا يحكي باي موضوع اللي يساعد على تغيير الوضع. وتحياتي لك. شكرا. قاطعناك ام عبد الله؟ تشكر. انا اشكرك. احمد من كركوك، تفضل احمد. حبيبي عمر الله يسعدك. حياك الله يا هلا بيك. والله حبيبي عمر، ها الشعب صدق كذي بهذا الشعب نايم، عمي ما فيها اي مجال اتفاقيه بين ايران وامريكا. نعم.
اتفاقية الشعب لو البرلمانيين كل واحد عنده حبيبي هويتين ثلاثة. نعم. اللي المفروض يسوي ثورة زين الشعب. اقلعهم هذا وسنة وشيء اقلعهم هذا. نعم. ماكو غير هذا الحل حمي الثاني. شنو الحل؟ الحل اقلعهم النواب كلهم سنة وشيء يعني. تقلع البرلمان تقصد؟ كله شارع قلع. اه. والله نعم. العظيم ما تغير هين الحل. نعم. باش عندك يا احمد. والله عندي شغلات وايد ما سولف احمد قول. اي والله العظيم يعني معنى يعني هسه تعرف واحد قاعد ينقتل ما تعرف ملك بدي يدعشك بدري ذاكيك بدري ذاكيك. نعم. اي والله. نعم. يعني شغله صارت عندنا هين بالقرى. ها هذا عمر؟ نعم. بالقرآن شيء الاتحادية حق دول البيوت يقولون شوف حركة بالليل. نعم. يحسبون النظافات، ماكو بيت ما في أحد يقولون هذه النظافة ويحسبونها. والله العظيم شوف عيوني. تشتكي عليهم يقول لك أنت قاضي، داعش. نعم. ممنون استاذ عمر. انا اشكرك، انا ممنون، اشكرك احمد مكركوك كان معنا. طبعا موضوع الاستجوابات، النائب عن تيار الحكمه ستار الجابري اليوم قال بان ملف الاستجوابات يتعرض لتوافقات وغزل سياسي كما سماه، اضاف بان هناك اكثر من طلب استجواب قدم بقوائم موقعه الى رئاسه المجلس، وكان من المفترض ان يتضمن الفصل التشريعي السابق عرضها جميعا أو البعض منها، وأن يحضر الوزراء المعنيون بالاستجواب، لكن هذا الأمر لم يحصل. استجوابات شكلية فقط في البرلمان تعود عليها المواطن العراقي. معنا اتصال. صباح من بغداد، تفضل. صباح. صباح تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، وسهلا بك. بالنسبه لموضوعكم والبرلمان العراقي، ما قدم بس المكاسب لانفسهم نفسهم، يعني البرلمانيين صادموا انفسهم ماديا وامورهم تغيرت من الحضيض الى هسه صاروا اصحاب رؤوس اموال واملاك بدبي وبغيره، يعني ما شفنا برلماني عراقي نزيه خدم المواطن العراقي ولا صدرهم حتى قرار واحد بصالح المواطن العراقي من خدمات او غيرها، يعني ساعدت العراقيين على المعيشة وعلى الوضع اللي راهن علينا، الوضع المزري. فأي قرارات كلها تصب بصالحهم، قرارات اللي تصب بصالح المواطن العراقي تم تعطيلها، والقرارات المنح والسفر وزيادة الرواتب بس لهم. ما شفنا برلماني بكل الدورات السابقة نزيه وشريف وخدم العراق وكان وطني في سبيل يدافع على قضية العراق وقضية المواطن العراقي البسيط الفقير، يعني وصلهم العراق الى 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 أسوأ الدول بالعالم. وشنو اللي قدموه؟ ما قدموا فد شيء، يعني كل الدورات السابقه ما قدمت فد شيء للعراق، بس فادهم يعني انفسهم وخلاص. صراعات داخليه بالبرلمان، كتل هذا المحاصصه الطائفيه اللي هم شرعوها، ان رئيس الوزراء لازم يكون من الحزب الفلاني، الوزير لازم يكون من الحزب الفلاني، وكيل وزير لازم هيك، وتقاسمهم السلطه وتقاسمهم المناصب السياديه بيناتهم، والمواطن العراقي ما حد يفكر به نهائيا. يعني ماكو اي امل بهذا البرلمان العراقي، سواء يعني لازم الشعب يصحوا من ان البرلمان العراقي مو جهه تشريعيه، يعني جهه تخدم نفسها بس، اما المواطن العراقي ما حد بهمه ولا حد شايل همه ولا حد يفكر به. يعني ومقسومين حاليا، هم لو اكو ناس ولاءهم الامريكان للامريكان، وقسم منهم ولاءهم للايرانيين، وهذا التضارب المصالح الامريكيه الايرانيه الشعب واقع بيها من وراء هذا البرلمان اللي هو حاليا معطل ما باي فائده. شنو البرلمان العراقي سوى بالدورات السابقه؟ شنو الانجازات اللي سووها؟ صفر، ماكو اي انجازات لهم، انجاز واحد حقيقي يشهد لهم يقول لهم بناء مجمعات سكنيه، مستشفيات درجه اولى، مدارس نموذجيه، بناء مدن جديده، شرعهم قوانين بصالح المواطن العراقي تخدم المواطن العراقي، بالعكس من الأسوأ للأسوأ. فهذا البرلمان معطل،
وبرلمان يعني احنا براينا هو هذا برلمان عميل، يا اما للامريكان ويخدم المصالح الامريكيه، يا اما للايرانيين ويخدم المصالح الايرانيه، والشعب رايح غرقان وتايه ومخدر حقيقه، يعني مخدر، وهم خدروا نفسهم بهاي المخدرات وغيرها، والفتاوى اللي تظهر من بعض العمائم الفاسده اللي تخدر الشعب حقيقه، هاي فتاويهم ان يعني حاله مزريه استاذ عمر. نعم، انا اشكرك. صباح من بغداد كان معنا رساله على الواتساب قبل الختام، يقول يا اخي انا والله ما تسمح لنفسي اسميهم حكومه، اخي يكفي انهم عباره عن عصابات ومافيات تنهب وتسرق، واللي يوقف في طريقهم يقتلوه ويصفوه وخلص. يعني الواحد عرف شنو دورهم، مو مخفي، سرق وقوت الشعب، عيني عينك. تحياتي لك أخوي عمر ابن الجنوب، حياك الله. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.